السلام عليكم أبطالنا الأعزاء، طلابنا في كل مكان، طلاب الصف الثالث الثانوي. معنا اليوم إجابة وحل جميع أسئلة النحو الواردة بموقع نجوى التعليمي مع طريقة الإجابة الصحيحة وكيفية الإجابة، أي الأوزان الآتية يأتي عليها مصدر الفعل أهدى: فعل، تفعل، إفعال، مفعلة. والإجابة على هذا السؤال: لا تنسى يا مؤمن أن المصادر الرباعية، نبحث في الجملة عن أي اسم يحمل معنى الحدث بشرط أن يكون على أحد الأوزان الآتية: إفعال، فعال، مفعلة، تفعيل، فعللة، فعلال. وأشهر ما يأتي في الامتحانات إفعال، سواء للمذكر أو للمؤنث بزيادة تاء مربوطة، أو تفعيل أيضا للمذكر أو للمؤنث بزيادة تاء مربوطة. فإذا لم تجد تلك الأشكال سابقة، نبحث عن مفعلة أو فعال غالبا. نعود للسؤال: الفعل أهدى، مصدره إهداء. تكون الإجابة على وزن إفعال. للفعل قاتل مصدران، فما هما؟ قاتل رباعي. وبالنظر إلى الإجابات المعطاة نجد الإجابة رقم ألف قتال مقاتلة على وزن فعال ومفاعلة. أي الجمل الآتية ورد فيها مصدر الفعل أوضح، هو أيضا فعل رباعي من الأوزان التي ذكرناها. بالنظر إلى الإجابات المعطاة نجد أن رقم ألف وضوح ليست مصدرا للفعل الرباعي، كذلك رقم باء كلمة استيضاح ليست مصدرا للفعل الرباعي، ولا أيضا رقم جيم في كلمة توضيح. تكون الإجابة رقم دال إيضاح الكلام يسهل على الناس فهم المراد. المصدر هنا إيضاح على وزن إفعال، أي الجمل الآتية تخلو من مصدر لفعل رباعي. بالنظر إلى الإجابات المعطاة نجد الإجابة رقم ألف الصدق مفتاح كل خلق حميد. عين الجملة التي ورد فيها مصدر لفعل رباعي. بالنظر إلى الإجابات المعطاة نجد أن كل الجمل تخلو من أي مصدر من الأوزان التي ذكرناها ما عدا الجملة الأولى، فالإجابة تكون رقم ألف إكرام الضيف واجب. أي المصادر الآتية يعد مصدرا لفعل رباعي. بالنظر إلى الكلمات المعطاة رجوع، معاملة، زرقة، نصر، الإجابة تكون رقم باء معاملة على وزن مفاعلة. ما الجملة التي تحوي مصدرا على وزن فعالة؟ بالنظر إلى الجمل نجد الإجابة في كلمة صناعة على وزن فعالة من الفعل صنع. تكون الإجابة رقم ألف صناعة في اليد تحميك من فقر في الغد. على أي الأوزان يصاغ مصدر الفعل خضرة؟ مصدر هذا الفعل خضرة على وزن فعلة. تكون الإجابة رقم ألف فعلة مع مصدر الفعل أقام. أقام، إقامة. تكون الإجابة رقم ألف إقامة. أي المصادر الآتية لا يمثل وزن فعال: خداع من خدع على وزن فعال، دفاع من دفع على وزن فعال، جهاد من جهد على وزن فعال، صراخ على وزن فعال مضموم. إذن تكون الإجابة رقم دال صراخ. ما الفعل المصوغ منه المصدر الخماسي تبعثر؟ تكون الإجابة رقم ألف تبعثر. أي الجمل الآتية ورد فيها مصدر لفعل خماسي؟ بالنظر إلى الجمل المعطاة نجد الإجابة رقم دال من المخجل التعثر مرتين بالحجر نفسه. ما الجملة التي ورد بها مصدر لفعل سداسي على وزن إفعلال؟ بالنظر إلى الإجابات المعطاة سنجد كلمة الاطمئنان، فاطمئنان على وزن إفعلال. تكون الإجابة رقم دال من أسباب سعادة الإنسان شعوره بالاطمئنان. أسفر الانفجاران عن وقوع خسائر كثيرة. ما أعراب الانفجاران؟ الانفجاران اسم وقع بعد فعل، نسأل الفعل من أسفر الانفجاران. إذن تكون الإجابة فاعل مرفوع رقم باء. إن الاستسلام للعدوان الغاشم ترفضه الشعوب الحرة. ما أعراب كلمة الاستسلام؟ الاستسلام اسم سبقه حرف ناسخ، إذن الاستسلام اسم إن منصوب الفتحة. الإجابة تكون رقم ج، اسم إن منصوب الفتحة. ميز الجملة التي تحوي مصدر الفعل الخماسي انتصف. للإجابة على سؤال تمييز أو استخراج أو صياغة الفعل الخماسي، لا تنسى يا مؤمن أن الفعل الخماسي يأتي مصدره على وزنين اثنين، فنبحث عن أي اسم يحمل معنى الحدث بشرط أن يبدأ بتاء مضموم الحرف الرابع، مثل تعارف، تضامن، تأخر، تعاون وهكذا. أو نبحث عن اسم أوله ألف هو مكسور الحرف الثالث وبه ألف قبل آخره، مثل اجتماع، انكسار.
انهيار انهزام. إذا مصادر الأفعال الخماسية لا تبدأ إلا بألف وسط قبل الآخر بالطبع ألف، أو تبدأ بتاء مضموم الحرف الرابع. نعود للسؤال، مصدر الفعل الخماسي انتصف انتصاف. بالنظر إلى الإجابات المعطاة سنجد أن الإجابة رقم دال تكون ذروة الازدحام عند انتصاف النهار. ما مصدر الفعل الخماسي؟ تقدم، تكون الإجابة رقم باء تقدم. أي مما يأتي يمثل مصدرا لفعل خماسي على وزن افتعال؟ أسمع طالبا ماهرا يقول رقم ألف احتراز، بالطبع إجابة صحيحة. أي الجمل الآتية ورد فيها مصدر لفعل خماسي؟ بالنظر إلى الجمل المعطاة نجد الإجابة رقم باء الشخص المهذب يجيد التعامل مع الناس. عين الجملة التي ورد فيها مصدر لفعل خماسي. بالنظر إلى الإجابات المعطاة الإجابة تكون رقم جيم، ورد فيها كلمة انطلاق من الفعل انطلق وهو خماسي. تكون الإجابة لابد من تحديد نقطة انطلاق في حل المشكلات. عين الجملة التي ورد فيها مصدر مؤول. لا تنسى يا مون أن المصدر المؤول هو المكون من أن المصدرية والفعل المضارع، مثل يسعدني أن أكتب لك رسالة، أو أن واسمها وخبرها، مثل يسرني أنك سعيد، أو ما المصدرية والفعل، مثل ليس للرجل إلا ما سعى. نعود للسؤال، الجملة التي ورد فيها المصدر المؤول هي التي نستطيع أن نجد الأشكال الثلاثة التي ذكرناها وأن نعوض مكانهم بمصدر صريح. فتكون الإجابة رقم ألف أن تحسن القليل خير من أن تهمل الكثير. فإذا حذفنا أن زائد الفعل المضارع ووضعنا مكانها إهمال ونقرأ أن تحسن القليل خير من إهمال الكثير، صرح المعنى. إذن هي مصدر مؤول، أن والفعل تهمل. وكذلك في نفس الجملة أن تحسن، يصلح أن نستبدلها بالمصدر إحسان، فتقول إحسان القليل خير من إهمال الكثير، فصلح المعنى، فهنا مصدران مؤولان. تكون الإجابة رقم ألف. ما الجملة التي تحوي مصدرا مؤولا؟ بالنظر إلى الإجابات المعطاة تكون الإجابة رقم دال سروني أنك ناجح في عملك. أن والضمير المخاطب المتصل كاف اسم أن، وناجح خبر أن. نستطيع استبدال أن واسمها وخبرها باسم واحد أو مصدر واحد، سروني نجاحك في عملك. إذن تكون الإجابة رقم دال. ميز الجملة التي ورد فيها مصدر صريح. بالنظر إلى الإجابات المعطاة تكون الإجابة رقم ألف سعيك في الخير يقربك من الله، والمصدر هنا سعيك من الفعل سعى ومصدر ثلاثي. ميز الجملة التي ورد فيها مصدر مؤول. أسمع طالبا ماهرا يقول رقم دال، بالفعل إجابة صحيحة. سرني أن يقول الشاهد الحقيقة. ينبغي علينا أن نتحقق من الأخبار قبل نشرها. حول المصدر المؤول إلى مصدر صريح وأعد كتابة الجملة. لا تنسى يا موم للإجابة على هذا السؤال المهم، تحويل من مصدر مؤول إلى مصدر صريح. أولا بالنسبة أن المصدرية والفعل المضارع أو ما المصدرية والفعل بعدها، فإننا نأتي بالمصدر الصريح من الفعل مباشرة بعد حذف الحرف المصدري أن أو ما، مثل أن تصوموا خيرا لكم، حين تحويله صيامكم خير لكم، وهكذا. أما إذا تكون المصدر المؤول من أن واسمها وخبرها وكان خبرها جملة فعلية أو اسما مشتقا، فإننا نأتي بالمصدر الصريح من خبر أن ونضيف بعده اسم أن مع حذف أن بالطبع. مثاله أحب أن الفتاة تتفوق، فعند التحويل أحب تفوق الفتاة. يعجبني أنك متفوق، فعند التحويل يعجبني تفوقك. أما إذا كان خبر أن جامدا أتينا بكلمة كون وبعدها اسم إن، مثل علمت أن الجندي أسد، عند التحويل علمت كون الجندي أسدا. أما إذا كان خبر أن شبه جملة فإننا نحذف أن ونأتي بكلمة وجود قبل المصدر الصريح، مثل آمنت بأن الحق فوق القوة، عند التحويل آمنت
بوجود الحق فوق القوة. أما إذا كان خبرا منفيا فإننا نحذف أن ونأتي بكلمة عدم، ثم نأتي بالمصدر الصريح من خبر الفعل: وثقت بأنك لا تهمل. عند التحويل: وثقت بعدم إهمالك. نعود للسؤال، تكون الإجابة رقم د: ينبغي علينا التحقق من الأخبار قبل نشرها. ليس من الشهامة أن تخيف الضعيفة. أعد كتابة الجملة بعد تحويل المصدر المؤول إلى المصدر الصريح. تكون الإجابة رقم ب: ليس من الشهامة إخافة الضعيف. حدد مصدرا مؤولا من هذه الخيارات: أن نتعلم، الاستعلام، التعليم، التعلم. بالطبع الإجابة رقم أ: أن نتعلم. ثاني: ألا يهتم مسؤول الأحياء بالحدائق. ما الصورة الصحيحة للجملة عند تحويل المصدر المؤول بها إلى مصدر صريح؟ بالطبع تكون الإجابة رقم ب: ثاني عدم اهتمام مسؤول الأحياء بالحدائق. أي الجمل الآتية ورد فيها مصدر مؤول. الإجابة رقم د: أحسن إلى الناس كما أحسن الله إليه. والمصدر هنا ما والفعل أحسن. نال القائد وسام الشرف بعد أن خدم الوطن بإخلاص. ما إعراب المصدر المؤول في الجملة؟ أن والفعل الماضي خدم، نحولها المصدر الصريح بعد خدمة، بعد خدمة الوطن، ثم نعرب كلمة خدمة يكون مضافا إليه. فالمصدر المؤول من أن والفعل خدم في محل جر مضاف إليه. تكون الإجابة رقم د: مصدر مؤول في محل جر مضاف إليه. وسوس الشيطان للعابد، ما اسم المرة المناسب للجملة؟ الإجابة رقم ج: وسوسة واحدة. استعانة بخبير توصل إلى المراد. اجعل المبتدأ في الجملة السابقة اسما دالا على المرة. بالنظر إلى الإجابات المعطاة تكون الإجابة رقم ج: استعانة واحدة بخبير توصل إلى المراد. ما الجملة التي تحوي اسم هيئة من الجمل الآتية؟ بالنظر إلى الإجابات المعطاة تكون الإجابة رقم د: صار الحاكم سيرة العادل. لا تنسى يا مؤمن بالنسبة لاسم المرة، لو الفعل ثلاثي نصوغ اسم المرة على وزن فعل، مثل سجد سجدة، دق دقة، ركع ركعة. أما لو الفعل من غير الثلاثي نأتي بالمصدر ثم نضيف تاء مربوطة، مثاله اعتكف، نأتي بالمصدر اعتكاف، نضع تاء مربوطة اعتكافة، استعمل استعمال استعمالة. أما لو كان المصدر مختوم أصلا بتاء أصلية نزيد كلمة واحدة، مثاله استجاب، المصدر استجابة، يصبح اسم المرة منه استجابة واحدة، راقبة هي مراقبة، إذن اسم المرة مراقبة واحدة. كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريس ولا عجل. ما اسم الهيئة في البيت؟ الإجابة تكون مشيتها. جال السائح في المدينة، ما اسم المرة؟ قعد استقال سدد. ما أسماء المرة من الأفعال السابقة على الترتيب؟ قعد ثلاثي، اسم المرة منه على وزن فعل يكون قعد، استقال غير ثلاثي، نأتي بالمصدر هنجد كلمة استقالة بالتاء المربوطة، فنضع كلمة واحدة يكون اسم المرة من استقالة استقالة واحدة. سدد أيضا غير ثلاثي، نأتي بالمصدر تسديد، نضع في آخره تاء مربوطة تصبح تسديدة. وعلى هذا تكون الإجابة رقم جيم: قعد استقالة واحدة تسديدة. أصاب الرامي الهدف، ما اسم المرة المناسب للجملة؟ أصاب غير ثلاثي، مصدرها إصابة، طالما فيها تاء مربوطة لابد أن نكتب كلمة واحدة، فيصبح اسم المرة رقم دال إصابة واحدة. أي الجمل الآتية لا تشتمل على اسم مرة. بالنظر إلى الجمل المعطاة نجد أن رقم ألف بها أكلة على وزن فعلة من الفعل أكلة اسم مرة، رقم جيم إغفاء اسم مرة، رقم دال دورة من دارة أيضا اسم مرة. فتكون الإجابة رقم باء: وسب الفارس وسبة الأسد الكاسر. المرة المناسب للجملة، الفعل جال ثلاثي، نأتي باسم المرة منه على وزن فعلة، والألف أصله واو. تكون الإجابة جولة. أي الجمل الآتية تشتمل على اسم مرة. بالنظر إلى الإجابات المعطاة الإجابة تكون رقم دال كلمة شربة من الفعل شرب على وزن فعل، وهو فعل بالطبع ثلاثي. إذن تكون الإجابة: شرب الغلام من الكوب شربة. أنار الحارس المصباح، أكمل الجملة باسم مرة المناسب. أنار غير ثلاثي نأتي بالمرة.
المصدر إنارة مختوم بتاء مربوطة آخره تاء مربوطة نضع كلمة واحدة. إذن تكون الإجابة رقم دال إنارة واحدة. ما الكلمة التي لا تصلح أن تكون مصدرا صناعيا من هذه الخيارات؟ بالطبع الإجابة رقم ألف تسوية، أي الجمل التي تشتمل على مصدر صناعي. بالنظر إلى الإجابات المعطاة نجد الإجابة رقم باء لا مجال في العمل الاتكالية والتكاسل، أي الجمل التي تشتمل على مصدر صناعي. أسمع طالبا ماهرا يقول رقم دال من الإنسانية التعبير عن أرائنا بكل حرية. بالطبع الإجابة صحيحة. ما إعراب كلمة مرتقى في جملة يرتقي الوطن ببنيه مرتقى عظيما؟ مرتقى اسم لم يسبقه حرف جر أو حرف ناسخ أو حرف عطف لكن وقع في جملة فعلية. بسؤال الفعل يرتقي، من يرتقي؟ الوطن، يبقى الوطن فاعل. اللي بيرتقي مفيش مفعول، لكن مرتقى من نفس حروف الفعل، إذن مفعول مطلق منصوب. تكون الإجابة رقم ألف. ما نوع كلمة مستفاد في هذه الجمل على الترتيب؟ تبادل الخبرات مستفاد منه كثيرا، المكتبة مستفاد القراء، استفدت من القراءة مستفادا عظيما. الاسم مستفاد في الجملة الأولى من الفعل استفادة، مضموم الأول مفتوح ما قبل الآخر، فيصلح أن يكون اسما للزمان أو اسما للمكان أو اسم مفعول أو حتى مصدر ميمي. لكن في الجملة الأولى مستفاد سبقه شيء، ولا توجد كلمة تعبر عن الزمان أو كلمة تعبر عن المكان، فإذا مستفاد في الجملة الأولى اسم للمفعول. أما مستفاد في الجملة الثانية جاءت كلمة المكتبة وهي مكان، إذا مستفاد هنا اسما للمكان. أما في الجملة الثالثة فمستفاد نقصد في المعنى الاستفادة ذاتها، أي تقصد معنى الفعل، إذا مستفاد هنا مصدر ميمي. ما نوع كلمة مسلك في هاتين الجملتين على الترتيب؟ سلك المخطب باعتذاره مسلكا نبيلا، سلك السائق بسيارته مسلكا مختصرا. مسلكا في الجملة الأولى نجد أنها تؤدي وتقصد بها معنى الفعل سلك مسلك، فهي مصدر ميمي. أما مسلكا في الجملة الثانية سنجد أنها يقصد بها اسم مكان بدليل وجود كلمة مختصر وكلمة سيارة. إذن تكون الإجابة رقم دال مصدر ميمي واسم مكان. عين المصدر الميمي من الفعل غير الثلاثي في جملة من كان معتمده على الله، من كان معتمده على الله فلن يخيب مسعاه في مختلف مناحي الحياة. أسمع طالبا ماهرا يقول معتمده رقم باء، إجابة صحيحة لأنها الكلمة التي تؤدي معنى الفعل ومبدؤة بميم وفعلها اعتمد. العفو عن المسيء مرضاة لله وراحة للقلب. مرضاة مشتق، فما نوعه؟ مرضاة ميم مفتوحة مفتوح ما قبل الآخر من الفعل ارتضى، وهو يعبر عن معنى الفعل، إذن هو مصدر ميمي من فعل غير ثلاثي. رقم دال في أي جملة من هذه الجمل ورد المصدر المصدر الميمي من الفعل وقف؟ وقف فعل ماضي ثلاثي، المصدر الميمي منه على وزن مفعل موقف. إذن رقم ألف ليست الإجابة، وكلمة موقفا في باء اسم مكان، وفي جيم المساء موقف العمل اسم زمان. تكون الإجابة حبذا موقف الأخ مع أخي في شدته. موقف هنا مصدر ميمي لأنه يدل على معنى الفعل. ما الصورة الصحيحة للمصدر الميمي الذي يؤدي معنى المصدر الأصلي؟ رجوع في جملة سعدت برجوع الحق إلى أصحابه. الفعل رجع ثلاثي مضموم عينه في المضارع يرجع، إذا المصدر الميمي يأتي على وزن مفعل. تكون الإجابة رقم دال مرجع. ميز الاسم المكسور في هذه الجملة. إذا أردت أن ترتقي العلياء فكن ذا مروءة وندى العلياء. بالنظر إلى الإجابات إذا أداة شرط، ذا اسم من الأسماء الخمسة، ندى اسم مكسور، العلياء اسم ممدود. تكون الإجابة رقم جيم ندى. ما مسمى هذه الكلمات؟ أقصى، صغرى، مستدعى، حال وقوعها منصوبة. لا تنسى يا مؤمن عند تثنية المكسور إن كانت ألف المكسور ثالثة ترد إلى أصله واوا أو ياء. وهناك طريقة لمعرفة الأصل بالنظر إلى رسم آخر الكلمة. ترد ألفه الثالثة واوا إذا كانت مكتوبة أو مرسومة ألفا قائمة مثل رضا، أو ترد ألفه الثالثة ياء إذا كانت مكتوبة ومرسومة يا ألف لينة مثل هدى رحى. وإن كانت ألفهم أكثر فأكثر تقلب يا، ثم نضع الألف والنون رفعا أو الياء والنون نصبا وجرا علامات تثنية. وطريقة التثنية التي ذكرنا
صنعها هي نفسها طريقة جمع المقصور جمع مؤنث سالم. نطبق تلك القاعدة مع وضع الألف والتاء علامة جمع المؤنث السالم. نعود للسؤال أقصى. الألف هنا رابعة، نقلبها ياء ثم نضع علامة التثنية الياء والنون لأنها رضاعة منصوبة، تصبح أقصيين صغرى. أيضا الألف رابعة، نقلبها ياء مع وضع الياء والنون علامة التثنية لأنه يريد وقوعها في حالة النصب، تكون صغريين مستدعى. الألف هنا سادسة أي رابعة فأكثر، نقلبها ياء مع وضع علامة التثنية الياء والنون تكون مستدعيين. تكون الإجابة رقم باء، أقصيين صغريين مستدعيين. ما جمع هذه الكلمات أسمى منادى مرتضى حال وقوعها منصوبة. نجد أن هذه الكلمات أسمى على وزن أفعل مذكر، منادى مذكر، مرتضى مذكر، إذا نجمعها جمع مذكر سالم وفي حالة النصب. لا تنسى يا مؤمن عند جمع المقصور جمع مذكر سالم نحذف ألفه ونضع علامات جمع مذكر السالم واو ونون أو ياء ونون تبعا للإعراب. نعود للسؤال. أسمى لجمعها جمع مذكر سالم، نحذف الألف نضع الياء والنون لتكون منصوبة، تكون أسمين. منادي، نحذف الألف نضع علامات جمع مذكر سالم الياء والنون تكون منادين. مرتضى، لجمع جمع مذكر سالم نحذف الألف اللينة نضع الياء والنون تكون مرتضين. تكون الإجابة رقم جيم، أسمين منادين مرتضين. تتجه الحكومة إلى رفع المستوى الأدنى للأجور، ما مسنى المستوى الأدنى طبقا للموقع الإعرابي؟ هنا كما تعودنا نعرف إعراب الكلمتين، المستوى مضاف إليه مجرور بالكسرة المقدرة، الأدنى نعت مجرور بالكسرة المقدرة. لتثنية كلمة المستوى نحذف الألف واللام، مستوى الألف هنا الألف اللينة رابعة فأكثر فهي خامسة، نقلبها ياء ثم نضع علامة تثنية، وعلامة المثنى هنا طبقا لأنها مضاف إليه يكون مجرورا بالياء فنضع ياء ونون تكون مستويين. الأدنى نحذف الألف واللام، أدنى أيضا هو اسم مكسور، ألفه رابعة طبقا للقاعدة نقلبها ياء ثم نضع علامة تثنية وهي أيضا نعت مجرور فتكون نعت مجرور بالياء تكون أدنيين. تكون الإجابة رقم ألف، المستويين الأدنيين. ما الصورة الصحيحة عند خطاب المثنى المؤنث بهذه الجملة؟ أنت الأعلى شأنا والأعظم خلقا. وهنا نحول الجملة من المذكر إلى المؤنث أولا، ويهمنا في الجملة ثلاث كلمات، أنت تصبح أنت، الأعلى مؤنثها العليا، والأعظم مؤنثها العظمى. وهذه الكلمات نحولها إلى المثنى المؤنث، أنت تصبح أنتما لا مشكلة فيها. العليا اسم مكسور، ألفه رابعة تقلب إلى ياء ثم نضع علامة تثنية، ونختار الألف والنون لأن إعراب الكلمة خبر مرفوع، تكون العليان. العظمى اسم مكسور، ألفه أيضا رابعة فأكثر، نقلبها إلى ياء ثم نضع علامة تثنية وأيضا هي ألف والنون لأنها معطوف مرفوع. تكون الإجابة رقم باء، أنتما العليان شأنا والعظميان خلقا. إن نقط أو فراغ رجل محمودة سيرته. أكمل الجملة باسم مكسور مناسب، ساميا هذا موسى أبا بكر، ساميا اسم منقوص هذا اسم إشارة، أبا بكر علم مركب، موسى هي الاسم المكسور. تكون الإجابة رقم جيم، موسى. حدد الأسماء المكسورة الواردة في هذه الجملة، بهاء دنياي ومنتهى مناي لدي أن يرضى الله عني. بدأت الجملة بكلمة بهاء وهي اسم ممدود، دنياي مكسور، منتهى مكسور، مناي مكسور، لدي ظرف وآخره ياء المتكلم مضاف إليه متكلم، يرضى فعل مضارع معتل الآخر، عني حرف جر عن مضافا إليه ياء المتكلم. تكون الإجابة رقم باء، دنياي منتهى مناي. سمى الرجل ابنه يحيى تيمنا بأن يحيى طويلا. في الجملة اسم مكسور واحد، فما هو؟ بدأت الجملة، الفعل سمى، فعل ماضي معتل الآخر، يحيى علم اسم مكسور، بأن يحيى، يحيى فعل مضارع. تكون الإجابة رقم جيم، يحيى. أي الكلمات الآتية تعد اسم مكسور؟ حاشاي، لولاي، مبتغاي، يداي، كل الكلمات حاشاي
عشاي لولاي يداي مضافة إلى ياء المتكلم ما عدا مبتغاي. تكون الإجابة رقم جيم مبتغاي هي الاسم المقصور. هات مثنى هاتين الكلمتين. علا نهى. علا اسم مقصور ألفه ثالثة نقلبه إلى أصله بالرجوع إلى المضارع أو المصدر علو أو يعلو. نجد الألف المقصورة واوا ثم نضع الألف والنون أو الياء والنون تكون علوان أو علوين. نهى أيضا اسم مقصور ألفه ثالثة نقلبها إلى أصلها عن طريق المضارع أو المصدر ينهي النهي. تظهر ألف اللينة هنا ياء ثم نضع الألف والنون أو الياء والنون تكون نهيان نهيين. تكون الإجابة رقم دال علوان نهيان. ما نوع الهمزة في كلمة دعاء لا تنسى يا مؤمن؟ لتحديد نوع همزة الممدود أصلية أو للتأنيث أو مقربة عن أصل، همزة الممدود الأصلية هي التي تظهر في فعله الماضي مثل ابتداء ماضيه ابتدأ، ظهرت الهمزة في الفعل الماضي فهمزة الممدود أصلية. أما همزة فإنها لا تظهر في الفعل الماضي من الاسم الممدود مثل حسناء، الفعل الماضي منه حسنة لا تظهر أي همزة، وكذلك زهراء زهرة. أما المنقلبة عن أصل أي أن أصلها واو أو ياء وهي التي تظهر في الفعل كحرف علة مثل سماء الفعل منه سما، على الفعل منه على. نعود للسؤال، الاسم الممدود دعاء الفعل الماضي منه دعا، إذن هو منقلب عن أصل لأنه ظهر كحرف علة، والمعرفة الأصل نأتي بالمضارع أو المصدر يدعو الدعوة، ظهر هنا حرف العلة واو، إذن تكون الإجابة منقلبة عن واو. أي الكلمات الآتية اسم الممدود؟ عطايا إعطاء معطي المعطي. بالطبع الإجابة تكون رقم باء إعطاء. أي الكلمات الآتية همزتها منقلبة عن ياء؟ هيفاء رساء صفاء سماء. هيفاء ماضيها هفا المضارع يهفو منقلب عن واو. رساء رسى يرسي منقلب عن ياء. صفاء صفا يصفو منقلب عن واو. سماء سما يسمو منقلب عن واو. إذا تكون الإجابة رقم باء رساء. أي المجموعات الآتية كل كلماتها همزتها منقلبة عن أصل؟ المجموعة الأولى قراء شعواء كرماء. قراء الفعل منه قرأ فالهمزة أصلية، شعواء الفعل منه شعر الهمزة منقلبة عن أصل، كرماء الفعل منه كرمة الهمزة هنا زائدة التأنيث. المجموعة الثانية باء صحراء حسناء، ولاء صحراء ماضيها صحرة زائدة التأنيث، حسناء ماضيها حسنة زائدة التأنيث، ولاء منقلبة عن أصل. المجموعة الثالثة جيم حمراء والضاء إنشاء، حمراء حمرة زائدة التأنيث، والضاء والضاء زائدة التأنيث، إنشاء أنشأ أصلية. المجموعة الرابعة رقم دال كساء كسى منقلبة عن أصل، صفاء صفا منقلبة عن أصل، بكاء بكى منقلبة عن أصل. تكون الإجابة رقم دال كساء صفاء بكاء. ما نوع الهمزة في خطاء؟ خطاء صيغة مبالغة من الفعل خطأ وهي اسم ممدود أصلية. تكون الإجابة رقم ألف. أي اسم من الأسماء الآتية ممدود؟ ناء يملأ خطأ ابتلاء. ناء منونة بالكسر تنوين عوض عن الياء المحذوفة فأصل الكلمة النائي. باء يملأ فعل مضارع. جيم خطأ ليس اسم ممدود ولو قرأناه خطأ فعل فهو فعل، في كلتا الأحوال ليس اسم ممدود. ابتلاء من الفعل ابتلى، الهمزة هنا منقلبة عن أصل، إذن تكون الإجابة الاسم الممدود ابتلاء. رقم دال أي الجمل الآتية تخلو من اسم ممدود؟ أي الجمل الآتية تخلو من اسم ممدود يعني لا يوجد بها اسم ممدود؟ تكون الإجابة رقم ألف أسمع طالبا ماهرا يقول، الجملة الأولى بالفعل إجابة صحيحة. تكون الإجابة رقم ألف البنايات الحديثة بالبيئات النائية تثير الدهشة من جمالها. أي الكلمات الآتية تقلب همزتها واو فقط في التثنية والجمع؟ فناء غناء وراء حسناء. لا تنسى يا مؤمن أنه عند تثنية الممدود وجمعه يتم تبعا لنوع الهمزة، فإذا كانت الهمزة أصلية تثبت كما هي ثم نضيف علامة تثنية والجمع، أما إذا كانت الهمزة زائدة للتأنيث لابد أن تقلب واوا ثم نضيف علامات تثنية والجمع، أما إذا كانت الهمزة منقلبة عن أصل تبقى كما هي أو تقلب واوا ثم نضيف علامة تثنية والجمع. نعود للسؤال، فناء منقلبة عن أصل
الأصل وهو الياء، غناء منقلبة عن الأصل وهو الياء، وراء ظرف حسناء من الفعل حسنة زائدة للتأنيث هي التي نقلب همزتها واوا تكون الإجابة رقم د حسناء. أي الكلمات الآتية همزتها منقلبة عن واو؟ إنشاء عداء، عزباء، رواء. إنشاء ماضيها أنشأ همزتها أصلية، عداء ماضيها عدا معتل الآخر منقلبة عن أصل هذه الهمزة، عزباء زائدة التأنيث، رواء ماضيها روى منقلبة عن الياء. إذن تكون الإجابة رقم ب عداء. أي الكلمات الآتية همزتها ليست مزيدة للتأنيث؟ إجراء، نجلاء، شقراء، شعساء. سنجد أن نجلاء وشقراء وشعساء كلها زائدة للتأنيث ما عدا إجراء، فالماضي من الممدود أجرى منقلبة عن الأصل. إذن تكون الإجابة رقم ألف إجراء. إن الداعي إلى الخير محترم. اجعل الجملة السابقة لجمع المؤنث سالم مع تغيير ما يلزم. لا تنسى يا مؤمن أنه عند تثنية المنقوص أو جمعه جمع مؤنث سالم نطبق قاعدة واحدة وهي إبقاء يائه ثم نضع علامة تثنية الألف ونون رفعا أو الياء ونون نصبا وجرا، ومع جمع المؤنث السالم تبقى الياء مع وضع الألف والتاء في نهاية الاسم. ولا ننسى أن نرد الياء إذا كانت محذوفة، مثاله ساع تنوين الكسر، تنوين العوض عن الياء نرد الياء المحذوفة وتكون ساعيان أو ساعيين أو ساعيات. نعود للسؤال، كلمة الداعي هنا مفرد مذكر موجود الياء وهو اسم منقوص، حين تحويله إلى جمع مؤنث سالم الداعية الداعيات، فتكون الإجابة إن الداعيات إلى الخير محترمات، لأن أعراب الداعيات اسم إن منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، فتكون الإجابة رقم ألف. أي اسم من الأسماء الآتية منقوص؟ منقوص بمعنى أن آخره ياء لازمة، أمي، سعى، المعطي، علي، علي علم. المعطي نحذف الألف واللام تكون معطي آخره ياء هو المنقوص، سعى فعل ماضي ليس اسما منقوصا، أمي أم مع إضافة ياء المتكلم ليست اسم منقوصا، تكون الإجابة رقم جيم المعطي. أجيب داعي الخير، ما أعراب كلمة داعي في الجملة؟ داعي اسم لما يسبقه حرف جر أو حرف ناسخ أو حرف عطف لكن سبقه فعل، فعل أمر، وبسؤال الفعل من يجيب واو الجماعة، ماذا يجيب؟ داعي. إذن كلمة داعي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ما أعراب كلمة منتمن في جملة أنت منتمن إلى الناجحين؟ منتمن اسم منقوص مختوم بتنوين العوض وليست علامة اعراب، فاصل الكلمة منتمي لكن رسمناها بهذا الشكل بدون الياء بسبب انها بدون الف ولام وفي حالة رفع او جر، وبالنظر هنا في حالة رفع، انت ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، منتمي خبر مرفوع بالضمة المقدرة. اذا تكون الاجابة رقم دال خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. ما اعراب كلمة راجيا في جملة لتكن راجيا الخير من الله؟ أسمع طالبا ماهرا يقول خبر تكن، بالفعل إجابة صحيحة، خبر تكن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب. كلمة الأفاعي هل هي اسم منقوص ممنوع من الصرف؟ اسم منقوص مصروف، ليست اسما منقوصا ولا ممنوعا من الصرف، ممنوعا من الصرف ولكنها ليست اسما منقوصا. بالنظر إلى كلمة الأفاعي، أولا هي ممنوعة من الصرف لأنها جمع تكسير بعد ألفية حرفين، الأفاعي مفردها أفعى وهي اسم منقوص، إذن تكون الإجابة رقم ألف اسم منقوص ممنوع من الصرف. حدد الاسم المنقوص من هذه الخيارات، الذي في النادي يرمي، الذي اسم موصول في حرف جر، النادي اسم منقوص آخره ياء، يرمي فعل مضارع. إذن كل الكلمات ليست اسما منقوصا فقط رقم جيم النادي. أعرف كلمة الراعي في جملة المنافق يأكل مع الذئب ويبكي مع الراعي. أسمع طالبا ماهرا يقول الراعي، وقعت بعد مع، وأي كلمة بعد مع تعرب مضاف إليه؟ بالفعل إجابة صحيح، تكون رقم باء مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة. الكسر نقط في العظمة والفخامة. أكمل الجملة باسم منقوص مناسب، هل رقم ألف متناهٍ، باء متناهي، متناهيا، متناهي بالياء؟ لا تنسى أنه نحذف ياء
المكسور إذا كان غير معرف بأل وفي حالة الرفع أو الجر، ونثبت الياء في حالة تعريفه بأل أو نكرة بدون ألف واللام في حالة النصب. وهنا الكلمة إعرابها خبر القصر مبتدأ، وما بعده يأتي خبر غير معرف بأل، لذا تكون الإجابة رقم ألف متناهٍ بتنوين العوض مع حذف الياء. أعرب كلمة محام في جملة أنت تحتاج إلى محام. أسمع طالبا ماهرا يقول اسم مجرور، بالفعل إجابة صحيحة. تكون الإجابة رقم جيم اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة. ما الصورة الصحيحة لهذه الجملة عند بنائها للمجهول؟ الحرية لا يمنحها المستبد للشعوب إلا بالقوة. الفعل هنا فعل مضارع صحيح، نضم الأول ونفتح ما قبل الآخر. ولأن المبتدأ مؤنث فنبدأ بالفعل مبدوء بتاء ونحذف الفعل في الجملة لتكون الجملة الحرية لا تمنح للشعوب إلا بالقوة. فالإجابة رقم دال. يكسر ربيع الأرض خضرة عند بناء هذه الجملة للمجهول تصبح. أسمع طالبا ماهرا يقول الإجابة رقم ألف، بالطبع إجابة صحيحة. تكسر الأرض خضرة. أعاننا الرئيس في شدتنا ابني الجملة للمجهول وغير ما يلزم. الفعل أعان فعل ماضي متصل بناء المفعولية. أولا الفعل أعان عند بناء المجهول يكون أعين، ومع إضافة ما المفعولية يكون أعنا. تكون الإجابة أعنا في شدتنا رقم باء. احتضر هذين المريضين طويلا. ما الصورة الصحيحة لهذه الجملة بعد تصويب الخطأ فيها؟ الأخطاء بالنظر إلى الجملة الفعل احتضر لا يوجد فاعل، هو أصلا مبني للمجهول. إذن احتضر هذين الصواب لها هذان نائب فاعل مرفوع بالألف، وكذلك المريضين بدل مرفوع أيضا بالألف وليس بالياء. إذن تكون الإجابة رقم ج احتضر هذان المريضان طويلا. ما إعراب كلمة الرجل في هاتين الجملتين على الترتيب؟ توفي الرجل وهو صغير، مات الرجل وهو صغير. الرجل في الجملة الأولى جاء بعد الفعل توفي وهو فعل مبني المجهول. إذن إعراب الرجل في الجملة الأولى نائب فعل مرفوع بالضم. أما في الجملة الثانية جاء بعد فعل مبني المعلوم. إذن إعراب الرجل في الجملة الثانية فاعل مرفوع بالضم. إذن تكون الإجابة رقم ب نائب فاعل مرفوع وفاعل مرفوع على الترتيب. ما الصورة الصحيحة لهذه الجملة عند بنائها للمجهول؟ كافأ المعلم طالبتين الفائزتين. الفعل كفى فعل الماضي عند بناء المجهول يصبح كوفية، نحذف المعلم الفاعل. الطالبتين نجعلها بالرفع الطالبتان، وكذلك النعت الفائزتين الفائزتان مع زيادة تاء التأنيث لملائمة نائب الفاعل، فتكون الإجابة رقم باء كوفئة الطالبتان الفائزتان. ما إعراب البيت في هاتين الجملتين على الترتيب؟ أقتني البيت الفخم، أقتني البيت الفخم. في الجملة الأولى كلمة البيت وقعت بعد فعل مبني المعلوم وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا، فالبيت مفعول به منصوب الفتحة. أما كلمة البيت في الجملة الثانية جاءت بعد فعل مبني المجهول، لذا البيت في الجملة الثانية نائب فاعل مرفوع بالضمة. إذن تكون الإجابة رقم دال مفعول به منصوب ونائب فاعل مرفوع على الترتيب. بت في القضية المحلية. نائب الفاعل في هذه الجملة هو المحلية، ضمير مستتر شبه جملة في القضية، التاء في بت. الإجابة رقم جيم شبه الجملة في القضية. القضية تركت بدون حل. حدد نائب الفاعل في هذه الجملة. بالطبع رقم باء ضمير مستتر تقديره هي. أي الجملة الآتية يصح فيها نيابة الظرف عن الفاعل؟ رقم باء جلس أمام المنزل هي الإجابة الصحيحة. هل هذا كتاب النحو؟ عين المبتدأ في الجملة السابقة. أسمع طالبا ماهرا يقول هذا، بالفعل إجابة صحيحة. رقم ألف هذا. الصادقون في أقوالهم محبوبون. حدد نوع الخبر وأعربه. المبتدأ الصادقون، الخبر محبوبون مرفوع وعلامة رفعه الواو. إذن تكون الإجابة رقم باء خبر ونوعه مفرد وإعرابه مرفوع وعلامة رفعه الواو. عين المبتدأ في الجملة الآتية. الذي يربح في تجارته يحمد السوق. المبتدأ بالطبع رقم باء الذي اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ. لئن كنت قد بلغت عني وشاية لمبلغك الواشي أغش وأكذب. في البيت المبتدأ وخبر فحددهما. بالطبع تكون الإجابة رقم دال مبلغك وأغش. حدد أي من الجمل الآتية جملة اسمية. بالنظر إلى إجابات المعطاة نجد أنها كلها بدأت بفعل. أتقن يحرس جاء، ما عدا رقم دال بدأت باسم وهو العمل.
الإنسان. إذا تكون الإجابة رقم د: العمل حق من الحقوق الإنسانية. الثقة بالنفس من أهم أسس بناء الشخصية. حدد المبتدأ في الجملة السابقة. بالطبع الإجابة تكون رقم ج: الثقة. الحديقة واسعة رائعة أشجارها كثيفة تسر نظري. كم خبر المبتدأ الحديقة؟ بالنظر إلى الجملة الحديقة مبتدأ، واسعة خبر مفرد، أيضا رائعة خبر مفرد، أشجارها كثيفة خبر جملة، فالهاء عائدة على الحديقة خبر جملة اسمية. تسر الناظرين، من تسر؟ هي أيضا عائدة على الحديقة ضمير مستتر خبر جملة فعلية. إذن أربعة أخبار للحديقة: واسعة مفرد، رائعة مفرد، أشجارها كثيفة خبر جملة اسمية، تسر الناظرين خبر جملة فعلية. الإجابة تكون رقم ألف: موعد ذهابنا إلى المدير غدا. حدد نوع الخبر في الجملة وأعربه. بالنظر إلى الجملة موعد مبتدأ، ذهابنا مضاف إليه، إلى حرف جر المدير اسم مجرور، غدا ظرف. تكون الإجابة رقم ج: خبر شبه جملة ظرف في محل رفع، وكأنك تقول الموعد غدا، لكن لا تستطيع أن تقول الموعد إلى المدير أو موعد إلى المدير، لا يتم المعنى. إذن تكون الإجابة رقم ج: البركة في البكور. حدد نوع الخبر في الجملة وأعربه. بالطبع الإجابة رقم د: الخبر شبه جملة جار ومجرور في محل رفع خبر للبركة المبتدأ. إني ذكرتك بالزهراء مشتاقا، والأفق طلق، ووجه الأرض قد راق. في البيت خبران لمبتدئين، فحدد نوعيهما. سنجد أن أول مبتدأ هو الأفق، خبره طلق نوع مفرد، وكلمة وجه هو المبتدأ الثاني في الجملة، وخبره قد راق جملة فعلية في محل رفع خبر. إذن تكون الإجابة رقم ألف: مفرد وجملة فعلية.